السؤال. هناك الذين يهاجمون المسيحية يقولون ان هناك تناقض بين العهد القديم والعهد الجديد من ناحية الحرب والقتل في العهد القديم والسلام في العهد الجديد. اولا السلام في العهد الجديد بالنسبة للفرد بينه وبين ربنا وبينه وبين الناس، اما الحروب التي كانت في العهد القديم فما كانتش حروب يعني عادية بين الناس، لكانت حرب ضد الوثنية وعبادة الاصنام، لان العالم كله كان ساعتها بيعبد الاصنام، فكان الحرب خاصة بعبادة الاصنام. دلوقتي في العهد الجديد ما فيش عبادة الاصنام،